أحييكم مشاهدينا في حلقة جديدة نبدأها بأبرز المانشيتات. الهدوء يعود إلى البصرة بعد أيام من موجة احتجاجات دموية، وقيادة العمليات تنشر أعداد إضافية من القوات الأمنية في مركز المحافظة. السفارة الأمريكية في العراق تضع قيودا على تحرك موظفي قنصليتها في البصرة، والخارجية التركية تحذر مواطنيها من الاقتراب من أماكن الاحتجاج. العبادي يعرب عن أسفه لاستغلال جلسة مجلس النواب الاستثنائية وتحويلها إلى فرصة للتسقيط وتوفير ظروف جديدة للتحالفات التي تتشكل على أساسها الحكومة المقبلة. أبو مهدي المهندس يشن هجوما عنيفا على رئيس الوزراء حيدر العبادي ويؤكد وجود جهات تسعى لإشعال صراع شيعي شيعي. تقارب بين سائرون والفتح تمهيدا لطرح تحالف موحد وتشكيل الكتلة الأكثر عددا داخل البرلمان. أهلا بكم. في الوقت الذي ينتظر فيه العراقيون تحديد الكتلة البرلمانية الأكثر عددا من قبل المحكمة الاتحادية، بدأت ملامح كتلة أكبر ثالثة تتشكل في العراق بعد أنباء عن تقارب بين سائرون والفتح ليجيد العبادي أو ليجد نفسه وحيدا وبشكل مفاجئ في أعقاب جلسة برلمانية استثنائية لا سند دستوريا لها. صراع الكتلة الأكبر لم يتوقف على الرغم من احتجاجات شعبية أخرجت عن مسارها ليحتل هذا الصراع الجزء الأكبر من جلسة كان من المفترض أن يناقش فيها مصير البصرة الغاضبة والمحافظات الأخرى التي توشك أن تسير على خطاها. فإلى من ستكون الكلمة الأخيرة في تحديد الكتلة الأكثر عددا؟ المزيد من التفاصيل حول التقارب بين سائرون والفتح في هذا التقرير. تحالف سائرون يطالب السيد رئيس مجلس الوزراء والكابينة الوزارية بتقديم استقالتهم والاعتذار إلى الشعب العراقي. على ضوء هذا الموقف المفاجئ يتردد سؤال ملح حول ما إذا كان الصدر قد أدار ظهره للعبادي ليتحالف مع هادي العامري رئيس تحالف الفتح. فكما يبدو أن الاحتجاجات المتصاعدة في البصرة بدأت ترسم خارطة تحالفات سياسية جديدة في ذروة الخلافات حول تشكيل الحكومة الجديدة، حيث كان العبادي يعول على تحالفه السياسي مع سائرون لتشكيل الكتلة الأكبر والحصول على الولاية الثانية. ولم تقتصر دعوة العبادي للاستقالة على ائتلاف سائرون، بل أن تحالف الفتح أعلن هو الآخر اتخاذ الموقف ذاته في أعقاب جلسة برلمانية استثنائية بحضور وزراء من الحكومة ورئيسها لبحث الوضع القائم في محافظة البصرة. لكنها سرعان ما شهدت مشادات كلامية انتقدها العبادي الذي قال أن الجلسة استغلت لأهداف التسقيط السياسي. هذه التطورات المتسارعة تزامنت مع إعلان فصائل الحج الشعبي نزولها إلى الشارع لمسك الملف الأمني رغم استبدال قائد شرطة البصرة اللواء جاسم السعدي وتعيين الفريق رشيد فليح بدلا عنه. وبعد أيام من الاحتجاجات الدموية التي أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى وإحراق القنصلية الإيرانية ومباني حكومية ومقر حزبية عدة، تبدو الصورة معقدة أكثر في ظل الانقلاب الجذري في المشهد السياسي الغامض حتى الآن مع غياب تشكيل الكتلة الأكبر التي ستختار رئيس الحكومة الجديدة. نفتح النقاش في ملفنا مع ضيفي السيد أحمد الكناني نائب عن تحالف الفتح. سيد أحمد أهلا بك معنا. أكثر من ملف سنتناوله في حوارنا معك، ولكن دعنا نبدأ من آخر الأوضاع في محافظة البصرة. كيف نفهم نزول الحشد إلى أرض البصرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ومشاهدي قناتكم الكرام. بعد الأحداث المؤسفة التي حدثت في محافظة البصرة
والانفلات الأمني والذي أدى إلى حرق بعض المنشآت الحكومية وكذلك المقار ومستشفيات. اضطر الحج الشعبي وكذلك قيادة عمليات البصرة ومكافحة الإرهاب وبعض التشكيلات من القوات الداخلية للنزول إلى الشارع لضبط الشارع. طبعا هو النزول ليس ضد المتظاهرين، احنا اليوم الكل متفق انه التظاهرات حق كفله الدستور، وكل وطيلة هذه الفترة كل الطيف السياسي سواء في البصرة أو في بغداد وكل القوى السياسية والعشائرية هي مؤيدة لهذه المطالب، لأن اليوم أبناء الشعب العراقي خرجوا لمطالب حقه. لكن حقيقة ما حدث قبل يوم أمس من أحداث مؤسفة نتيجة لدخول بعض المتحزبين الذي أدى إلى خلط الأوراق، مما أدى إلى هذه النتائج حقيقة الغير مرضية أولا لأبناء الشعب العراقي ولأبناء الشعب البصري. لأن تعرفون حضراتكم اليوم كل عشائر البصرة من عشائرنا الكرام حقيقة هم ضد هذه التصرفات، وأيضا التنسيقيات للتظاهرات حقيقة رفضت هذا التخريب. فبالتالي نزول اليوم الحشد وبقية القوات الأمنية هو لضبط الشارع وإخراج المندسين، ومن ثم تعود التظاهرات. نحن ندعم هذه التظاهرات ما دام هي تصب أو ما دام هي تظاهرات حق. طيب سيد أحمد، ولكن يعني لماذا يزج الحشد اليوم في يعني ما يحصل في البصرة؟ مواطن البصري لديه مطالب حقة يطالب بها الحكومة لتنفيذ هذه المطالب لأكثر من شهرين. نعم. تظاهر واعتصم ومن ثم خرج عن يعني السيطرة كون أنه لم يلقى أذانا صاغية من الحكومة، ولكن إنزال الحشد وجعله بالمواجهة مع أهل البصرة، ونحن هنا لا ننسى بأن أكثر المنتسبين في الحج ربما يكونون من أهل البصرة، ألا يضعنا في مواجهة نحن في غنى عنها وفي هذه الظروف الصعبة؟ لا، على العكس، يعني اغلب ابناء الحج مثل ما تفضلتوا هم من منتسبي الحج الشعبي. اليوم مدينه البصره هي اول من لبت نداء المرجعيه، وهي اول من انتسب ابنائها في صفوف الحج الشعبي، وهي مدينه الابطال والشهداء وتاريخها مشرف بالنسبه للعراق بصوره عامه. نعتقد نزول الحج الشعبي هو لضبط الامن، لان هناك حقيقه مثل ما قلنا هناك بعض المندسين والمتحزبين ارادوا التخريب، وهذا حقيقه حتى لا يعني ضد رغبة أبناء البصرة وضد رغبة المتظاهرين. فبالتالي اليوم الحج الشعبي هي منظومة أمنية نزلت مع القوات الأمنية من مكافحة الإرهاب والتدخل السريع حقيقة لمسك بعض المفاصل المهمة لمنع هذا الاضطراب. لا، على العكس، اليوم مثل ما قلت لك هم حتى المتظاهرين هم أغلبهم من أبناء الحج الشعبي، لأنهم طالعين لمطالب هي عن أبسط المطالب هي الماء والكهرباء وهذه الخدمات التي يجب على الحكومة أن توفرها. فبالتالي لا نعتقد هناك سوف يكون تصادم ما بين المتظاهرين والحشد، مضافا أنه اليوم أغلب عشائرنا الكريمة في مدينة البصرة حقيقة ظهرت ببيانات ومؤتمرات هي تندد بالأعمال التخريبية التي طالت منشآت ومقرات الحشد ومستشفى الحشد والتجاوز على جرحى الحج الشعبي. طيب يعني سيد أحمد، وهنا نتحدث عندما تقول بأنه تم التجاوز على ممتلكات الحشد أو على البنايات التابعة للحشد أو مقراته، ولكن اليوم عندما يخرج المواطن البصري ويقول أنا ابن الحشد ولن أؤذي الحشد بتاتا، ولكن وجود الحشد اليوم في داخل محافظة البصرة برأيك ألا يضعف دور القوى الأمنية الأخرى؟ لدينا ربما في داخل المحافظة قوى أمنية تابعة، شرطة محلية، ربما نزل الجيش حتى في التظاهرات الأخيرة، ولكن زج الحشد وكأنه يخرجه من كل التضحيات التي قدم بها، واليوم يصبح كأنه أداة لمكافحة ما يحصل في البصرة. لا، على العكس، هو الحشد نزل لضرورة. يعني اليوم الحشد وجوده في سواء البصرة أو بقية المحافظات هو الحفاظ على الأمن، للحفاظ على العملية السياسية. يعني احنا متفقين انه الحج الشعبي اليوم جزء من المنظومة الأمنية، وبالتالي هذه المنظومة الأمنية طبعا هو دور الحشد اكيد
كان له دور في محافظات الغربية والشمالية وما زال له الدور يمسك صحارى مترامية الأطراف، لكن عندما اقتضت الضرورة وجود الحشد في أو نزول الحشد في محافظة البصرة هو إلى حين استتباب الأمن ومسك الملف الأمني من قبل الشرطة المحلية في البصرة أو عمليات البصرة، أكيد الحشد سوف يذهب إلى مكانه السابق وينسحب بشكل سلس وسليم بدون أي تصادم. طيب، ولكن يعني العصائب اليوم يهددون صراحة بأنهم سيكون لهم رد فعل أقوى من السابق حول إذا ما حصل في البصرة، ربما تظاهرات، ربما اعتداءات. يعني اليوم تقولون أن هنالك مندسين، وللآن لم يتم الإمساك بأي مندس ولا حتى إلقاء القبض عليهم، فكيف يمكن أن نفهم الصورة المستقبلية؟ لا، يعني هؤلاء المندسين أو المتحزبين حقيقة تم إلقاء القبض على مجموعة منهم وتسليمهم إلى القوات الأمنية، هذا أولا. العصائب لم تهدد، العصائب كانت تنظر أن مقرها يحترق ولم تتدخل، لأنه عندنا اليوم كل قطرة دم هي تعني بالنسبة لنا الشيء الكثير، فبالتالي على العكس لا يوجد هناك أي تهديد، وإنما نقول في حالة تكرار هذا العمل، العمل التخريبي اللي يريد الفوضى بالبصرة، مو اليوم التظاهرات سلمية وممكن يكون اعتصامات هناك، لكن احنا للأسف الشديد شاهدنا هذه التظاهرات، يعني هناك دخل بها بعض المتحزبين وحاولوا أن يجرون محافظة إلى تصادم. حقيقة كان كل فصائل الحشيد والقوى الوطنية السياسية الموجودة بالبصرة حتى القوى العشائرية اللي موجودة حقيقة كانت أكثر وعي وأكثر انضباط وفوتت الفرصة على هذا التصادم. هناك من يحاول من يذهب أو يروج إلى اقتتال شيعي شيعي داخل المحافظة، لكن بوعي وحكمة وحرص أبناء البصرة حقيقة فوتنا هذه الفرصة. ما نقصده أنه نتدخل بشكل أقوى، طبعا احنا مو بس احنا، حتى القوات الامنيه، حتى السيد رئيس الوزراء امر انه اذا حدثت هناك فوضى من حرق او تجاوز على الممتلكات العامه يجب ان تتدخل الدوله، لان هذه لا تعتبر من اعمال التظاهرات. سيد رئيس الوزراء الذي طالبتم باقالته سيد احمد، اليس كذلك؟ نعم، طالبنا باقالته بسبب ادائه المتردي من ناحيه تقديم الخدمات حتى من ناحية الملف الأمني، وهذا حقيقة موضوع ولن نتراجع عنه. طيب، يعني سيد أحمد، كتلتكم الكبيرة التي تم تقديمها في جلسة البرلمان، أين يعني وصل بها الحال؟ هل هي فعلا مفككة؟ هل نحن ذاهبون إلى تكتل ثالث؟ يعني ما الذي تسعون إليه في هذا الوقت؟ بالنسبة احنا في كتلة البناء قدمنا الأسماء وبتواقيع حرة إلى السيد رئيس مجلس النواب السن، وتعرفون حضراتكم كان هناك جدل أو إشكال ما بين الكتلتين، ننتظر رد المحكمة الاتحادية. وفي خضم هذه الأمور حقيقة استمرت المباحثات أو التفاهمات مع الكتل الأخرى، وهناك قرار حقيقة ما بين حسب أنه أخباركم أن نقلتوه، وإحنا نأكد على موضوع هناك حقيقة يوجد اتفاق مبدئي ما بين فتح وسائرون للاتفاق على اختيار رئيس وزراء، لأنه حقيقة اليوم إحنا نحتاج حكومة قوية قادرة على إدارة ومواجهة التحديات في المرحلة القادمة. يعني بمختصر الكلام ممكن بالأيام القادمة قبل 15 بالشهر يتم الإعلان أو يتم اختيار، لأنه إحنا الكتل شكلت كتلة العمار والإصلاح وكتلة البناء، لكن ممكن أن يتم الاتفاق بين هاتين الكتلتين لا سيما بين فتح وسائرون على اختيار رئيس وزراء ضمن المواصفات التي طلبتها المرجعية. طيب سيد أحمد، يعني إلى أي مدى اليوم سعيكم بإقالة السيد العبادي وإزاحته من طريقكم هو يمكن أن يكون الأقرب لتشكيل الكتلة الثالثة إذا ما كانت بينكم وبين سائره؟ نعم، ممكن هذا السؤال. أعيد عليك سؤالي سيد أحمد، إلى أي مدى اليوم بمطالبتكم اليوم بإقالة السيد العبادي وكأنكم تزيحون السيد العبادي من الطريق حتى تصلوا إلى الكتلة رقم 3، طبعا الكتلة البرلمانية الأكبر، ومن ثم إلى رئاسة الوزراء؟
يعني هو لا يحتاج جهد كبير لإزاحة السيد العبادي. السيد العبادي في جلسة يوم أمس حقيقة سقط، وحتى حلفائه في كتلة السائرون خرجوا في مؤتمر صحفي أنه مطالبة السيد رئيس الوزراء بالاستقالة هو الكابينة الوزارية، وذلك يعني بسبب الأداء المتردي لهذه الحكومة. وحقيقة هذا شعور من الأخوة في سائرون وبقية الكتل الأخرى، هذا الشعور والشعور بالشعور الوطني اتجاه أبناء بلدهم، أنه نطالب باستقالة السيد رئيس الوزراء، لأنه نعتقد حقيقة غير أو لا يستطيع تلبية مطالب أبناء الشعب. سيد أحمد، اليوم اكتشفتم بأن السيد العبادي فشل أو لم يستطع يعني إيصال الخدمات إلى المواطنين بعد 4 سنوات انقضت، ومن ثم ذهبنا إلى انتخابات ومن ثم إلى تحالفات. يعني لماذا اليوم؟ ألا يعتبر بأن هذا التحرك سياسي بحت وليس لصالح الشارع العراقي؟ لا مو مو مو, مو ت... لا لا مو لتحرك سياسي. تعرفين حضراتكم انه السيد العبادي عندما تولى رئاسة الوزراء كان البلد يمر في ظروف أمنية صعبة. السيد العبادي كل القوى السياسية كانت بجانبه، الشارع، المرجعية الدينية، وكنا نتمنى من السيد العبادي بعد إعلان النصر النهائي على عصابات داعش التكفيرية أن نتحول إلى مكافحة الفساد وكذلك تقديم الخدمات للمواطن العراقي، لكن حقيقة بسبب التباطؤ وبسبب الأمور التي كان رئيس الوزراء يتحجج بها، نعتقد من غير المعقول والمنطقي أنه حال البلد يوصل إلى هكذا مستوى. الموضوع ليس سياسي، الموضوع اليوم إحنا حقيقة نراقب عن كثب. سابقا بالنسبة إحنا في تحال الفتح لنا كان رأي في إدارة السيد رئيس الوزراء، لكن كنا لم تلك نستطيع القول انه وجود في البرلمان حتى نطالب باقالته او استقالته ويوجد بديل له. فبالتالي حقيقه اليوم نجد من هناك بديل للسيد رئيس الوزراء من الممكن ان يقود البلد بالمرحله القادمه، وكل الكتل طبعا اللي هي في التحالفات من حقها ترشح من هو المناسب، وحتى ايضا في تحالف النصر. طيب يعني سيد احمد، ولكن الدوره رئيس الوزراء هو حيدر العبادي، نعم، لكن لا اعتقد انه سوف يحصل على ولايه ثانيه بسبب عدم مقبوليته من قبل. اذا هذه هي النقطه، اليوم الحديث عن السيد العبادي بهذه الطريقه وحتى المطالبه باستقالته مع كابينته الوزاريه، مع العلم الدوره انتهت اليوم، نحن سنبدا دوره جديده، الدوره البرلمانيه الرابعه، يعني اذا فقط لنصل بانه لن يحصل على يعني المنصب مره ثانيه، منصب رئيس الوزراء. سيد أحمد، هل تسمعني؟ سيد أحمد؟ إذن سنعود الاتصال بسيد أحمد الكناني النائب عن تحالف الفتح بعد قليل. بالعودة لإكمال الحوار مع ضيفي السيد أحمد الكناني النائب عن تحالف الفتح. سيد أحمد، كنت قد سألتك ووصلنا بالحديث إلى نقطة عدم القبول بعودة رئيس الوزراء السيد حيدر العبادي مرة ثانية إلى منصب رئيس الوزراء في الدورة المقبلة. هل كل المساعي التي تقومون بها إذا كان بالتقارب مع سائرون أو حتى بدعوته وكابينته الوزارية لتقديم الاستقالة، هل لضمان عدم العودة من قبله إلى منصب رئيس الوزراء؟ لا، مو هذا الموضوع. يعني من طالب باستقالته مو عدم انه اذا كان هو موجود من الممكن ان يرجع الى رئاسة الوزراء. تعرفون حضراتكم اليوم
هناك عملية تغيير جذرية في العملية السياسية، وننتظر تشكيل الكتلة الأكبر ومن ثم الذهاب إلى تشكيل الحكومة. نعتقد أن الحكومة أو الخيارات التي مطروحة أمامنا هي لا يوجد اسم السيد العبادي في على الأقل إحنا في كتلة البناء في قاموسنا أو في طرحنا. نعم السيد أحمد الكناني النائب عن تحالف الفتح، شكرا جزيلا لك. دخلت العملية السياسية في العراق منعطفا جديدا بعد أن تخلت فيما يبدو الكتلتين الأكثر عددا عن التحالفات السابقة، ليبدأ ماراثون جديد لتحالفات جديدة قد تعيد رسم خارطة المشهد السياسي. هذه التطورات جاءت عقب احتجاجات دموية أحرقت فيها مقار حزبية ودوائر حكومية عديدة بعد جلسة استثنائية انقلبت فيها الطاولة على رئيس الوزراء حيدر العبادي المرشح الأوفر حظا لرئاسة الحكومة المقبلة. نتابع المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. يبدو أن احتجاجات البصرة وما رافقتها من أحداث دموية تخللها إحراق عدد كبير من مقر الأحزاب السياسية وفصائل الحج الشعبي والقنصلية الإيرانية ستعيد تشكيل المشهد السياسي العراقي من جديد. فبعد تصريحات مثيرة لنائب رئيس هيئة الحج الشعبي أبو مهدي المهندس عن تورط القنصلية الأمريكية في البصرة بإشعال الاحتجاجات، وضعت السفارة الأمريكية قيودا على تحرك موظفيها في المحافظة. المهندس الذي لم يتردد في مهاجمة حيدر العبادي قال أن هناك جهات كانت تريد أن يكون الصراع شيعيا شيعيا، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة أبلغت قادة في الحشد بأن البصرة ستنتهي إن لم يوافقوا على تجديد ولاية ثانية للعبادي. لو شافت موقفنا هي عدم التعرض لأحد وحاولت تقلب الطاولة وحاولت تبين أنه أكو صراع شيعي شيعي داخل البصرة، ولم تقبلوا بحكومة وتجديد للولاية سننهي البصرة. أنا أطمنهم أنه أكرر أنه لن يكون هناك صراع شيعي شيعي، سنبذل كل جهدنا لتقديم خدمات، نستنفر وضعنا. الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي أكد أن إصرار العبادي على ترشيح نفسه يخالف إرادة المرجعية الدينية والشعب وأغلبية أعضاء مجلس النواب، وقال إنه قدم المصلحة الشخصية على مصلحة البلد وعرض الاستقرار والسلم الأهلي إلى الخطر، فضلا عن إدخاله العراق في المحور الأمريكي وإخراجه من سياسة التوازن. هذا الموقف عقبه موقف آخر يبدو الخزعلي فيه وكأنه يغازل رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر، حينما قال إن بيانه الأخير ينسجم مع مبادرة الفتح لاختيار رئيس الوزراء والكابينة الوزارية، مؤكدا أن توافق الفتح وسائرون يعني استقرار العراق ونجاح الحكومة المقبلة في تلبية مطالب الشعب. نفتح النقاش في ملفنا مع ضيفي السيد أيسر الجادر عضو تيار الحكمة. سيد أيسر أهلا بك معنا. بعد التقارب الكبير الذي حصل بهذه الأيام الأخيرة بين سائرون والفتح، هل يعتبر الحكمة أو أصبح الحكمة لاعب احتياط؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية مسائية طيبة لك سيدتي الكريمة ولكل مشاهدي قناتكم الأفاضل. يعني بالتأكيد أي إضافة أو أي دخول لكتلة سياسية مع كتلة أو مع تحالف الإصلاح والإعمار هو إضافة نوعية لا تعني التخلي عن جزء من هذا التحالف أو على فريق من هذا التحالف بالتأكيد، بقدر ما تعني إضافة مثل ما تحدثت لمشروعنا ولي ما ماضين احنا به. واحنا كانت دعواتنا واضحه كتحالف الاصلاح والاعمار منذ اليوم الاول لاعلان هذا التحالف على انه الباب مفتوح لكتل سياسيه اخرى، ولا زلنا ننتظر ايضا بالتاكيد الاخوه الكرد واخرين في الانضمام الى هذا التحالف. نعم هناك مفاوضات، نعم هناك حوارات معمقه في اليومين الاخيره مع الاخوه في الفتح، و الحكمة أيضا هو جزء ومشروع سائرون هو مشروع استراتيجي عميق، ليس وليد المرحلة القريبة الماضية، وإنما هو منذ سنوات لدينا تحالف استراتيجي مع الأخوة سابقا في التيار الصدري والآن في
كتلة سائرون. طيب سيد أيسر، يعني ذكرت فقط الفتح ولم تذكر يعني التحالف بأجمعه، يعني نحن نتحدث عن تحالف يضم الفتح، يضم ائتلاف دولة القانون، جزء من القرار، المحور، يعني الكثير من الكتل أيضا المنضوية، هل فقط الحوار مع الفتح كجزء من هذا يعني التحالف؟ نعم، في هذه المرحلة الحديث واللقاءات والمفاوضات والحوارات تجري مع الأخوة في الفتح، باعتبار هم أيضا من يعني من في الأيام الأخيرة طلبوا جلسوا معنا في مفاوضات وتصدوا في موضوع تقارب المشروعين، وكانت لهم طرح منذ فترة أنه المشروعين ممكن أن يعني نجد الكثير من المقاربات والكثير من نقاط التقارب، وجاءت الأحداث الأخيرة وعززت من أنه يجب أن يمضي التحالف أو تحالف الكتلة الأكبر بشكل أكثر انسجام وأكثر قوة لما ما يلاقيه من وضع سياسي اليوم مربك، وضع اجتماعي، وضع على مستوى كل الأصعدة، بالتأكيد يحتاج إلى تحالف قوي، ولذلك يعني جاء الحوار مع الأخوة في الفتح في هذه المرحلة. نعم. عسى أن يمضي بشكل يعني جيد وإيجابي، ومن ثم تبقى الباب لكل من له وجهة نظر مقاربة، له متبنيات قريبة من مشروع الأغلبية الوطنية اللي متبني تحالف الإعمار والإصلاح والإعمار عفواً، بالتأكيد سوف يبقى الباب مفتوحا لانضمامهم ولدخولهم في هذا المشروع. طيب سيد أيسر، يعني دخول الفتح من باب الإصلاح والإعمار وتحالفه، إذا ما طبعا هنالك تفاهمات، إلى ما وصلت هذه التفاهمات للذروة، هل يعني خروج النصر من هذا التحالف؟ لا بالتأكيد، الموضوع لا يتعلق مثل ما قلت قبل قليل، ما ينطبق على الحكمة أيضا ينطبق على الأخوة في النصر، وينطبق على الأخوة في الوطنية، وينطبق على باقي الأخوة المتحالفين. احنا اليوم من جلسنا ووضعنا الشروط ووضعنا آليات وتبنينا مشروع، وكان هذه الكتل السياسية توافقت على هذا المشروع، بالتأكيد هناك التزام أخلاقي، هناك التزام مبدئي في موضوع أنه هذه هي الكتلة. لكن بالأخير الباب لا زال مفتوحا، قلناها سابقا ونقولها، مفتوح لكل من يود أن ينضم إلى هذا المشروع، ومن يرى أنه الأمور تغيرت أو التحالفات اختلفت شكلها، فبالتأكيد الحرية في الخروج أو الدخول بهذا التحالف، لكن حضورهم، تفاهمنا مع الأخوة في النصر، مع السيد العبادي، مع الأخوة حتى اليوم على مستوى الأخوة في سائرون، تصريح لإخوان في كتلة سائرون قالوا أنه طلب استقالة السيد العبادي لا يعني على أنه خروج النصر، ولا يعني على أنه نرفض ترشيح السيد العبادي. من حق النصر إذا ما بقي كتلة في داخل تحالف الإصلاح والإعمار، من حقه أن يكون إلى مرشح، ومن حقه أن يرشح الشخصية التي يعتقد بها ويؤمن بها. فهذا الموضوع لا زال تحت طاولة الحوارات، أو فوق عفوا طاولة الحوارات، ولم ينظر بأي تفاصيل بالنسبة لمرشح أو لاسم رئيس وزراء. لكن كسؤال لحضرتك على أنه النصر لا زالوا في داخل هذه القائمة، دخول الأخوة في الفتح على يعني طريق المفاوضات وعلى خط المفاوضات لا يعني خروج أي كتلة من تحالف الإعمار والإصلاح والإعمار عفوا. سيد أيسر، مستمرون معك في حوارنا، ولكن دعنا نتوقف قليلا. عودة لكمال الحوار مع ضيفي سيد أيسر الجدر، عضو تيار الحكمة. سيد أيسر، كيف
الأرقام. اليوم من كان معكم في الإصلاح والإعمار، وهو هنا نتحدث عن النصر بقيادة السيد حيدر العبادي، كيف نفهم التوجه من قبل سائرون لدعوة السيد العبادي للاستقالة، ومن ثم تتحدث قبل قليل بأن دخول الفتح لا يعني خروج النصر، أيضا دعوة سائرون إلى استقالة السيد العبادي لا يعني بأنه ضد السيد العبادي في داخل هذا التحالف. التحالف اليوم يجب أن يكون مبني على رؤية حكومية مستقبلية. إذا كنتم تتهمون السيد العبادي بالفشل في رؤيته، فكيف يمكن الموافقة لأن يكون داخل هذا التيار؟ يعني بالتأكيد نحن لسه من اتهم السيد العبادي بالأمر الأول. الأمر الثاني أنه أداء الحكومة وتجربة الحكومة في المرحلة الماضية تختلف على ما تبانينا عليه وما رسمناه من خطوط عريضة ورؤية في أداء الحكومة في المستقبل القادم. الحكومة القادمة تبنى على أساس وجود معارضة قوية داخل البرلمان، على وجود جهة رقابية قادرة على أن تعمل على أداء صحيح للبرلمان، بالمقابل حكومة تنفيذية قوية متمثلة بشخصية رئيس وزراء قوي قادر على أن يختار كابينة وزارية له الكثير من الاستقلالية والحرية في أداء واجباته. هذا أمر مهم. الأمر الثاني ما يتعلق بالأخوة في النصر وفي ترشيح السيد العبادي، يبقى حرية أنه الأخوة في النصر هم جزء من هذا التحالف ولهم حرية اختيار مرشحهم الذي يرون فيه المواصفات والإمكانيات والمؤهلات. نعم ممكن من ينعرض على اللجان المختصة في المستقبل وعلى المرشحين الآخرين تبدأ التمايزات أو تبدأ الاختيار وفق آلية الأفضلية، لكن بالأخير السيد العبادي هو مرشح لكتلة النصر. الرؤية والمشروع السياسي والمشروع الحكومي بني على أساس الإطار العام للأداء، حكومة خدمات وليست خلافات على مستوى المسميات والأسماء والشخصيات. ما ذاهبين إلى تشكيل حكومة وفق شخصية معينة، حتى من الآن نقول الشخصية الفلانية أو الشخصية، ذاهبين باتجاه تشكيل حكومة وفق آلية نضع شروط المرجعية، نضع ما يتطلب اليوم الواقع والشارع العراقي وهذه المظاهرات وهذه المطالبات الجماهيرية، نصب عيننا كسياسيين في المرحلة القادمة. نعم. فبالتأكيد التوافق والالتزام والتضامن ما بين الكتل السياسية وفق رؤية المشروع. حتى الأخوة الذين طالبوا بالأمس السيد العبادي على الاستقالة باعتبار أنه مرحلة منتهية ونحن ماضين في تشكيل حكومة، بالأخير ليست هناك مثل ما قلت قبل قليل خطوط حمراء على اسم معين. طيب سيد أيسر، يعني إذا كيف نفهم على أنه نعم كيف نفهم تعليق السيد حبيب الطرفي وحديثه عند على التقارب بين سائرون والفتح، ويصفه بأنه حل للأزمة السياسية أولا وثانيا لأزمة البصرة، يعني كيف نفهم هذا الحديث؟ لا بالتأكيد أنا أقول أن التقارب صار على وجه نظر أنه تقارب في المشاريع السياسية، ما عندهم اختلاف جوهري الأخوة منذ البدء الأخوة في الفتح على أنه يجب أن تكون الحكومة قادرة على الأداء بمهامها بالمرحلة القادمة، وقادرة على محاربة الفساد، قادرة على محاسبة الوزراء. البرلمان يجب أن تكون بقوة تشكل حكومة وقوة بالأخرى أيضا التابع وهي تمثل المعارضة. هذه اتفاقات وهذه مضامين عامة اتفقنا عليها. بالأخير إذا الأخوة في الفتح عندهم اعتراض على شخص السيد العبادي، فبداخل هذا التحالف ممكن أن من يترشح الأسماء يبدون تحفظهم أو رفضهم ويقدمون، يمكن هم أيضا مرشح أو الأخوة سائرون أيضا يقدمون مرشح. هنا تأتي المرحلة الثانية، هي مرحلة البحث والتطرق للأسماء المرشحة، ممكن الآخرين يرفضون أو يقبلون، لكن بالأخير المشاريع أو المشروع السياسي للكتلتين قلناها سابقا بأنه حتى المفاهيم العامة والأطر العامة للأغلبية الوطنية اللي يتمسك بها أو تتمسك بها كتلة الإصلاح والإعمار لا تختلف جوهريا على مفاهيم أو متبنيات الأخوة اللي هم في البناء واللي يتمثلون أو يتحدثون عن الأغلبية السياسية، لكن بالأخير هناك أكو متبنيات أو أكو أمور دقيقة في التفاصيل ممكن أنه تخلي المشروعين بعيدين في هذه المرحلة عن بعضهم. إذا ما
هناك مقاربات أو إذا ما هناك جلسات حوار لتقريب وجهات النظر للوقوف على مشتركات أكثر عمق، بالتأكيد ممكن للمشروعين أن يلتقون ويتقاربون. اليوم جزء من الأخوة في البناء يتحاورون مع يعني الإصلاح والإعمار على أنه ينضمون إلى هذا التحالف في الوقت القادم. نعم السيد أيسر الجدر عضو تيار الحكمة، شكرا جزيلا لك. لقاء يتجدد بكم يوم غد بنفس التوقيت بإذن الله.